كان يكونون في نشاط كل يوم، لكن الأحد خنقول بداية لهذا الأسبوع وبداية لأسبوع إن شاء الله مليء بالكفاح والجد والاجتهاد، فعسى الله يوفقكم يا رب وموفقين. أصدقائنا طبعا اليوم وكل يوم ننتظر مشاركاتكم معنا، وأكيد إحنا نستمتع بسماع أصواتكم على 4-4-3-4-4-3-4-4. طبعا مستمعينا الكرام لكم أرق وأجمل تحية من فريق العمل من الإعداد أمل الكواري، والتنفيذ خالد الهاشمي، ومن المتابعة والاتصالات مريم خميس، ومن التقديم أخوكم فاطمة محمد وأخوكم عبد الله البك. اليوم موضوعنا جدا خلينا نقول مهم لكل أصدقائنا ومستمعينا، وهو الحفاظ على الطاقة والكهرباء وكيف احنا نحافظ عليها. نتخيل يا عبد الله إذا احنا ما حافظنا على الكهرباء ولا على الطاقة، أكيد راح تكون هناك أمور أو خلينا نقول عواقب على هذا الموضوع. فاليوم احنا ودنا إن شاء الله من أصدقائنا يعني نعرفهم على كيف نحافظ على الطاقة، وأيضا أهما كيف ممكن يعني يعطونا أمثلة أو ممكن يعطونا أو يزودونا بمعلومات إن إحنا كيف نحافظ على الطاقة. ومعنا أول مشاركة نقول صباح الخير يا شيخة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من مع شيخة شلونك؟ شلونك يا شيخة؟ الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله دوم يا رب. شيخة أي صف؟ خامس. صف خامس؟ وأي مدرسة يا شيخة؟ الإسراء. شيخة احنا اليوم نتكلم عن كيف احنا نحافظ على الطاقة والكهرباء. انا بسألك سؤال وبيت تجاوبين زين؟ زين. قولي لي يا شيخة اذا انت الحين في البيت شلون تحافظين على الكهرباء والطاقة؟ عطيني اي مثال. نطفي الليت. عفية عليك، نطفي الليت. اذا خلصنا طبعا من خنقل طلعنا من الغرفة لازم نطفي الليت، صح يا شيخة؟ عفية عليك يا شيخة. وطبعا هذه خلينا نقول مثال لكيف احنا ممكن نوفر الطاقة. شكرا يا شيخة على هذه المشاركة الجميلة معنا، الله يحفظك ومع السلامة. وطبعا اكيد يا فاطمة ودنا نعرف من اصدقائنا وكل من يسمعنا، هل اصدقائنا اللي راح يشاركون معنا يحافظون على الطاقة وعلى الكهرباء في بيوتهم، ولا من النوع اللي يصرفون في يعني استخدام هذه الاشياء؟ وناخذ رغدة معنا. صباح الخير يا رغدة. صباح النور. شلونك يا رغدة؟ بخير ان شاء الله دوم يا رغدة. رغدة نعم. طبعا ما شاء الله عليك نشيطة كعادتك. رغدة اول شي قولي لي ايش سويتي في عطلة نهاية الاسبوع؟ طلعت. وين رحتي؟ البركة. البركة، الله. زين استمتعتي؟ ايه. درستي ولا ما درستي؟ درست. عفية عليك يا رغدة. واحنا نقول يعني احنا قلنا ونقول ان احنا لابدنا ندرس ونشد حيلنا من بداية العام الدراسي، ما نقول لسه او للحين بدري، لازم نشد حيلنا، صح يا رغدة؟ صح. عفية عليك يا رغدة. زين رغدة احنا اليوم نتكلم عن توفير الكهرباء والطاقة، قولي لي انت تحافظين على الطاقة ولا تصرفين الطاقة؟ احافظ على الطاقة. شلون؟ لا ما 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 أصرف. يعني شلون ما تصرفين رغدة؟ أنا بقول لك رغدة الحين مثلا لما تقعدين في الغرفة وانت طالعة من الغرفة رايحة الصالة مثلا، تخلين ليت الغرفة شغال وتقولين عادي أنا بعد ساعة راح أرجع، ولا تسكرين ليت الغرفة؟ أطفي الضوء. أطفين الضوء. زين لما تلعبين في الجوال أو في الآيباد أو في أي جهاز عندك، تخلينه على الشارج أو على الشاحن وتمين تستخدمينه، ولا لا تخلينه وقت معين على الشاحن وبعدين لما يخلص تستخدمينه؟ خليه على وقت معين. عفية عليك يا رغدة. واحنا كذي نحافظ على الكهرباء وعلى الطاقة، صح يا رغدة؟ صح. عفية عليك يا رغدة. زي النصيحة تقولينها لأصدقائنا اللي يسمعونك اللي يقولون عادي نستخدم الكهرباء بنصرف الكهرباء مو بلازم نحافظ. لا تصرفون في الطاقة. عفية عليك يا رغدة، لا تصرفون في الطاقة. وشكرا على هالنصيحة الجميلة، وشكرا على مشاركاتك الجميلة معنا دائما يا رغدة. مع السلامة. مع السلامة. ومعانا مشاركة نقول صباح الخير يا سارة. صباح النور. شلونك يا سارة؟ طيبة الحمد لله إن شاء الله دوم. أي صف يا سارة؟ رابع. صف رابع. أي مدرسة؟ الأرقم. الأرقم. سارة سمعتي موضوعنا اليوم؟ أيوة. عن شنو موضوعنا؟ عن الكهرباء. عن الكهرباء وطبعا حفاظ على الكهرباء والطاقة. زين يا سارة بما أن أنت ما شاء الله صف رابع وكبيرة، قولي لي كيف احنا نقدر نحافظ على الكهرباء خلينا نقول خاصة في البيت؟ ما نصرف في الماء. جميل. ايوه.
غير هذا بعد؟ وبعد إذا إحنا شو اسمه إذا إحنا كنا في سيارة كل ساعة شغل الليت فسكة شغل الليت فسكة طول الوقت كذا وإذا شو اسمه يطفي كل الليت. عافية عليك يا سارة. إنزين إذا أنت مثلا قاعدة الحين تتابعين شيء على التلفزيون وطلعتي وخلصتي شو تسوين؟ شو صار في التلفزيون؟ عافية عليك يا سارة. طبعا أشكرك على هذه النصائح وهذه المعلومات. طبعا مثل ما قلت يا سارة أنه حلو الواحد حتى لو في السيارة في البيت في المدرسة دايما نحافظ على الطاقة وين ما كنا. شكرا يا سارة على هذه المشاركة والنصائح الجميلة. مع السلامة. مع السلامة. ومعنا فجر. صباح الخير يا فجر. صباح النور. شلونك يا فجر؟ الحمد لله زينة. ان شاء الله دوم. فجر تذكريني في اي صف؟ صف الثاني. في اي مدرسة؟ مدرسة اقرأ. مدرسة اقرأ. صف الثالث. صف الثالث. فجر نسيتي انت اي صف؟ خلاص احنا الحين ثاني اسبوع. كبرتي الحين احنا ثاني اسبوع وخلاص لازم ما ننسى. اي صف؟ اي صف الثالث. صف الثالث. فجر. نعم. سؤال، انت نشيطة اليوم ولا ما بنشيطة؟ نشيطة. ايش تتكلمين شوي ان شاء الله؟ قلت تكلمي بنشاط. زين يا فجر، فجر قولي لي ايش سويتي في الاجازة او في عطلة نهاية الاسبوع؟ وين رحتي؟ رحت يوم فرشت خالتي. ويوم الجمعة؟ يوم الجمعة بيت ابو وخالتي. حلو. ويوم السبت؟ يوم السبت دراستي. يوم الدراسة. عافية عليك يا فجر. يوم السبت يوم الدراسة، وحلو ان احنا نحط يوم السبت او نحط يوم من اجازة نهاية الاسبوع فيه جدولنا يوم مخصص للدراسة، واحنا دايما يعني ننصح بيوم السبت. ما شاء الله عليك يا فجر وعافية عليك. وحلوة بعد زيارة الاهل، لابد ان احنا نزورها، اهالينا خالاتنا عمامنا وغيرهم كل الاهل. حلوة زيارة الاهل اصلا حتى احنا نستانس لما نروح، صح يا فجر؟ صح. زين فجر قولي لي، فجر تحافظ على الطاقة ولا ما تحافظ؟ حافظ. شلون تحافظي؟ إذا كنت في غرفة. أيوة. كنت في البيت ما بطل كل AC، بس الغرفة اللي قاعد فيها بطل AC واحد. ولو طلعتي؟ وإذا طلعت أفكر البيت والAC وكل شيء. أيوة. وإذا بنطلع أفكر كل البيت. عفية عليك يا فجر. زين إذا بتطلعون مثلا بس ساعة واحدة، ساعة واحدة وبترجعون أكيد تطفون الليتات ولا تخليهم شغالة؟ نطفيها. زين والـ AC المكيف؟ بعد طفينا. عفية عليك يا فجر، وهالشي صح، وإحنا كذي نحافظ على الطاقة، صح يا فجر؟ صح. عفية عليك يا فجر، وشكرا يا فجر على مشاركتك الجميلة معنا. مع السلامة. مع السلامة.